بسم الله الرحمن الرحيم. حصوات المرارة. حصوات المرارة من الحالات المرضية الشائعة التي يزداد معدل حدوثها مع تقدم العمر، ففي الولايات المتحدة الأمريكية 20% من النساء و5% من الرجال في المرحلة العمرية من 50 إلى 65 مصابون بحصوات المرارة. هناك نوعان من حصوات المرارة: حصوات الكالسيوم وحصوات الكوليسترول. في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمثل حصوات الكوليسترول 85% من حصوات المرارة، بينما تمثل حصوات الكالسيوم 15% فقط. الكوليسترول مادة دهنية موجودة في مح اللي هو صفار البيض والدهن الحيواني، وهي غير موجودة في النباتات. الكوليسترول مادة دهنية موجودة في صفار البيض والدهن الحيواني، وهي غير موجودة في النباتات. ويدخل الكوليسترول في بنية أغشية الخلايا وفي تكوين أملاح الصفراء وفي تكوين الهرمونات الاستيرويدية. والكوليسترول لا يذوب في أملاح الصفراء، لكنه يدخل في تكوين مركبات يطلق عليها المذيلات، المايسلز، تجعله في صورة محلول مع مادة الليسيسين وأملاح الصفراء. لكن إذا زاد تركيز الكوليسترول في العصارة الصفراوية، فإن بلورات الكوليسترول تظهر كبداية لتكوين الحصوات. لكن إذا زاد تركيز الكوليسترول في العصارة الصفراوية، فإن بلورات الكوليسترول تظهر كبداية لتكوين الحصوات. هناك 3 عوامل تلعب أدوارها المهمة في تكوين حصوات المرارة: ركود الصفراء والتشبع الزائد للصفراء بالكوليسترول وتكوين أنوية الحصوات في الصفراء. يبدو أن هناك استعدادا عند بعض الناس لتكوين حصوات بالمرارة، لكن الذي لا شك فيه أن النظام الغذائي يلعب دورا مهما في تكوين حصوات المرارة. فالإفراط في الطعام والشراب وتناول أطعمة دسمة بصفة مستمرة غنية بالكوليسترول تجعل الجسم عاجزا عن التعامل معها بالطريقة السليمة التي تجعلها مفيدة. وعلينا أن نلاحظ أن جميع الأغذية النباتية لا يوجد بها كوليسترول، فالنباتات تحتوي على مادة مشابهة للكوليسترول
يطلق عليها الاستيرولات، استيرولز. إذا تناولها الإنسان لا يمتصها الجهاز الهضمي، وهذا يجعلنا نلتفت إلى أهمية التوازن الغذائي وضرورة أن يحتوي على مواد غذائية من مصادر نباتية وحيوانية. وعلينا أن نتوقف عند هذا التوجيه الإلهي في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف الآية 31. وبصفة خاصة إذا علمنا أن حصوات المرارة لها عواقب وخيمة، فقد تؤدي إلى انسداد القناة الصفراوية المشتركة أو القناة البنكرياسية، مما يهدد صحة وحياة الإنسان. وتبقى التوجيهات الإلهية دائما عين الرحمة بالإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.